أولى رسائلي هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع الطيب محمد موسى من السودان. الأخ الطيب يقول في سؤال له: إذا نصبت الفخ وقلت بسم الله والله أكبر ووجدته قد قبض طيرا وهو ميت، هل يكون مذكى ويحل أكله أم لا؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن الفخ من الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصيد يحل بشروط، منها التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارح من الطير أو الكلاب. إذا رأى الصيد ثم أرسل سهمه إليه فإنه يسمي عند إرسال السهم، وكذلك إذا أرسل الجارح عليه يسمي عند إرسال الجارح عند رؤية الصيد. أما التسمية قبل ذلك مثل نصب الفخ يسمي عند نصب الفخ أو عندما يهيئ البندق بالذخيرة، فإن هذا لا يكفي لأنه لم يرى الصيد ولم يعين الصيد الذي يسمي عليه، فلا يكفي التسمية في هذه الحالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. يعني عند رؤية الصيد يسمي ويرسل الآلة التي يصيد بها جارحة أو سهما. وكذلك نصب الفخ هذا لا يكفي أنه يسمي عند نصبه لأنه لم يرى صيدا ولم يقصد صيدا معينا، وأيضا الفخ ليس هو بمثابة السهم ولا بمثابة الجارحة، وإنما هو يخنق خنقا، يخنق الطائر خنقا أو يمسكه ويموت من جراء مسكه إياه، فهذا يعتبر من الميتة ولا يحل حتى يدركه وفيه حياة ويذكيه ذكاة شرعية. ما صاده الفخ لا يحل إذا مات فيه حتى يدركه وفيه حياة ثم يذكيه ذكاة شرعية. نعم.